السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسين. إن شاء الله الفيديو ده احنا هنبدأ نتكلم عن برنامج اسمه مش فلو. البرنامج ده بيقدر يحل external flow حوالين أي 2D body، أي 2D object. ممكن الـ external flow بيحل potential flow، وبيحل كمان heat distribution، بس كوندكشن يبقى بيحل كوندكشن هيت ترانسفير، وبيحل بوتنشال فلو. طبعا هو مش بيديك ارقام، هو بيدي انديكيشن فقط لشكل الفلو حوالين اي اكسترنال بودي، او شكل التمبريتشر ديستريبيوشن او التمبريتشر جريدينت من الجسم السخن للايه للدومين اللي بره. فتعالوا مثلا نبتدي نفتح البلاي ستور. هو الابليكيشن ده انا شفته على البلاي ستور، ما شفتوش هل هو موجود في الايفون ستور ولا لا. فتعالوا نكتب مش فلو ونكتب سيرش. اوكي، هو اول واحد ده هنختاره. هو عشان انا عامل له انستولد قبل كده، فهو نازل، يعني مش جايب لي كام ميجا بايتس، هو نازل من اي رياليتي سوفت. طبعا انتوا عايزين تشوفوا اكتر. هو رانك 4.5، تمام. فتعالوا افضل نفتحه ونشوفه. ده شكل الانترفيس بتاعه. هو البداية بتاعتي بيقول لي ارسم اي شكل انت عايزه. طبعا هي دي الجيومتري، دي اول ستيب خالص. فتعالوا نرسم مثلا 2D سلندر مثلا. فتعالوا نشوف الاول. تعالوا بس انا عايز اشيل الاعلانات دي. فتعالوا مش اوكي. تعالوا مثلا نبدأ نحل كده حوالين السلندر دي. بس طبعا احنا عملنا اول حاجة الجيومتري. طب ما تيجي نشوف المش بتاعنا عبارة عن ايه. احنا المش بتاعنا ده هو واخد ميديوم ريزوليوشن. فتعالوا نجيب مثلا نخليه كورس مش في الاول خالص. لو عايزين كده تلاقي المش كبرت، فنصغرها شوية، نزود الريزوليوشن. بدأت تصغر، بعد كده بدأت تصغر تاني، بدأت تصغر تاني، نجيب اصغر حاجه. طبعا كل ما تصغر كل ما مش كل ما الحل هيبقى احسن. بس زي ما قلت لك، هو هنا ما بيحلش، ما بيدكش ارقام، وبيديك انديكيشن هيبقى الحل سموث اكتر. فاحنا هنختارنا بوتنشال فلو. طبعا هو اللي عندنا احنا قلنا بوتنشال فلو او هيت ايكويشن. فهنحل بوتنشال فلو، يعني انفيزيت فلو، مش مفيش اي فيسكوستي في الفلو. فتعالوا نعمل ريسولف. تمام، هو ده شكل الحل بتاعنا. طب ايه الالوان دي؟ الالوان دي بس للعرض، ماشي. ناس ممكن تقول لي ده البريشر. لا، ده مش البريشر. لو ده البريشر المفروض يبقى الاحمر على الشمال والازرق على اليمين، لان انتم ملاحظين ان الالت بتاعنا من على الشمال والاوتلت بتاعنا من على اليمين. تعالوا كده تاني نرجع، معلش، نرسم السلندر بتاعتنا. تمام كده، ده الدومين بتاعنا. الفيرتيكال لاين اللي على الشمال ده هو الالت، الفيرتيكال لاين اللي على اليمين ده الاوتلت، الابر واللور وولز دول باوندري، والسلندر اللي احنا رسمناه. تمام كده، فتعالوا نعمل سولف تاني. فالالوان دي للعرض فقط. فالمفروض لو ده بريشر كان المفروض يبقى اللي على الشمال هو الاحمر واللي على اليمين هو الازرق. تمام كده، فده مش البريشر. طب ايه تاني احنا ممكن نعمله؟ احنا ممكن نعرض، نشيل البارتكل مش في حاجه. ممكن نعرض بقى السبيد كونتور او الفلوستي كونتورز، هي دي. وتعالوا بقى نشيل الشو مش، تعالوا نشيلها بقى، مش عايزين مش. فانتوا لو ملاحظين هلاقي ان الفيلوستي الماكسيمم هي فوق وتحت. طبعا ده مش شكل سلندر خالص، بس طبعا لو شكل سلندر هيبقى افضل بكتير. يعني الحل الحقيقي لل 2 دي سلندر في البوتنشال فلو ان الابر واللور للسلندر او لل 2 دي سلندر او السيركل بتبقى الفيلوستي ضعف
الفيلوسيتي قلت، يعني اتنين اليو قلت او اليو فري ستريم، تمام كده. وده فعلا فوق وتحت هي الماكسيمم فيلوسيتي، والفرونت والباك بتاع السلندر هو عندها زيرو فيلوسيتي، تمام. وده باين قوي هنا. طب احنا ممكن نعرضه ازاي؟ ممكن نعرضه كبارتكلز زي ما احنا كنا عاملينها دلوقتي. هنلاحظ بص ان البارتكلز بتسرع فوق وتحت، يعني هتلاقي الحته دي بتسرع فوق وتحت، وباين الويك، يعني باين ان الفلو ساب السلندر في الاخر. وممكن كمان نعرض ستريم لاين، نعمل شو ستريم لاين، تمام كده، ده بيبقى شكله افضل كويس. ممكن نشيل الشروبر تبقى ستريم لاين بس، ممكن تبقى ستريم لاين مع الالوان اللي هي كان العرض فقط، يعني زي ما قلناها في الاول، تمام كده. ممكن نعرض الفلوستي كونتور مع الستريم لاين، ونحط البارتكلز كمان. ايه تاني ممكن نعمله في الكالر سكيم؟ احنا ممكن عندنا كام لون، عندنا جيت، عندنا فيرتس، عندنا بارلا، في ماجما، في جراي سكيل. فاحنا ممكن نختار الجراي سكيل، بس هيقول لنا ايه، لازم تحوله لبرو، يعني لازم تابجريد البرنامج لبرو، تدفع فلوس. اوكي، في كمان ان انت ممكن تتاتش الفلو، يعني ممكن تحدد وتعمل كاستمايزيشن للستريم لاينز والبارتكلز، يعني تزود الستريم لاين هنا اكتر من حته تانية، بس دي برضك انت محتاج تابجريد البرنامج لبرو تدفع فلوس. بس انا منزل في الفري فيرجن بتاعته، فهلاقيها مش مسموح لي بعد الخط ده ان انا احدد الكالر سكيم او اعمل انتراكتيف للفلو مود، ماشي. اوكي، تعالوا نعمل ريسيت كده ونرسم مثلا حاجه ستريم. فتعالوا نرسم اير فويل، يعني شكله كويس، ممكن نقول ده اير فويل. تعالوا مثلا نحل، بس انا هشيل ده وهشيل السبيد ده، شكل اللي هو خلص حل كده، تمام كده. فتعالوا نحط الفيلوسيتي كونتور، لو ملاحظين ده شكل الفيلوسيتي كونتور، هلاقي ان فوق في الابر سيكنس او الابر ايدج الابر لاين، هتلاقي ان الفيلوسيتي فعلا فوق، وبعد كده بتبدا تقل لغايه لما تسيب الجناح خالص، تمام كده، من فوق. وتحت هلاقي ان الفيلوسيتي اقل، وده منطقي ان البريشر ديفرنس مين فوق وتحت، هلاقي ان البريشر المفروض يبقى تحت اكبر من فوق عشان يديني الليفت او يديني القوه الرافعه للاير فويل. تعالوا نعرض الستريم لاين، ده شكل الستريم لاين فعلا. انتوا ملاحظين هلاقي ان الفلو ساب الوينج او ساب الاير فويل بعد مثلا تلات ارباع المسافه من الكورد مثلا من الليدنج ايدج. تعالوا نشوف البارتكلز مثلا، هتبقى اوضح شويه. هبصوا ففعلا في سيبريشن حصل في الابر لاير اللي عند الجناح. طبعا كل ما ترسم كل ما يبقى شكل طبعا كل ما ترسم اللي انت عايز كل ما شكل الحل يبقى افضل. عملنا ريسيت مثلا وحاولنا نرسم فعلا اير فويل. معلش انا اسف على ازعاج. فتعالوا مثلا نحل، نعمل سولف. فعلا ده شكل الحل بتاعي بس، يعني عشان الاير فويل بقى شكله افضل شويه، فالسبريشن بدا يبقى اوضح شويه. ممكن نشيل البارتكلز، او ده شكل الستريم لاين، وده شكل الفلوستي كونتور، تمام كده. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل بقى كذا 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 رسمه مع بعض، مش لازم رسمه واحده، يعني مثلا نعمل كذا دايره، ده دايره دايره. اوكي معلش نرسمها تاني، دايره دايره دايرة. طبعا لما بتقفل الشكل الموبايل بيفيبريت، بيقول لك ان انت قفلت الشكل بتاعك، ماشي. ونحط هنا مثلا دايرة كمان. انا هقعد الدنيا خلاص اشوف هل هو هيقدر يفهم ان كل دول اوبجكتس والفلو يمشي من خلالهم، ولا يعني هيخش جواهم، ولا هيبقى هيمشي في الحتت الفاضية ما بينهم. تعالوا نعمل سولف، ده شكل الفيلوستي كونتور فعلا. وملاحظين هلاقي ان فوق في الابر بس السرعه هي اللي عاليه، الازرق ده يعني زيرو، الاحمر ده الماكسيمم. يعني طبعا هو مفيش كونتور، مفيش فاليوز، لان احنا ما بنحلش، احنا بنعمل انديكيشن فقط، بنعمل استيميشن للفاليوز، تمام كده. تعالوا نشوف الستريم لاين. فبص لو ملاحظين هلاقي ان الستريم لاين فعلا ماشيه حوالين الاجسام، مش داخله جواها. والبارتكلز بص ده شكل الفلو فعلا بيمر حوالين الجسم بتاعنا، الاجسام بتاعتنا. فهو بيقدر يفهم اي كومبلكس جيومتري بتحطها، يعني تمام كده، وده كويس جدا. تمام، ايه ممكن نعمله تاني؟ تعالوا نحل بقى الهيت ايكويشن. طبعا ما ينفعش تحل الاثنين مع بعض، لا ده لا ده. فبتختار هيت ايكويشن، هو لوحده بيقفل الشو بارتكلز،
شو الستريم ليه قفل الشو بارتيكلز والستريم لاينز؟ ما انت ما فيش فلو، ما فيش حركه اصلا، ما فيش كونفكشن، هو كوندكشن يعني هي ترانسفير باي كوندكشن. ماشي. هو بيقول انت عايز تعرض التمبريتشر جريدينت، اقول له لا انا عايز اعرض التمبريتشر بس، مش عايز اعرض التمبريتشر جريدينت، في فرق طبعا. فتعالوا شو مش تعالوا بقى نرسم شكل الشكل بتاعنا. ماشي. فتعالوا مثلا نرسم دايره، والدايره دي هتبقى سخنه وهيطلع هتعمل هيت فلكس، بتطلع هيت فلكس للحاجات اللي حواليها، ونعمل سولف. ففعلا بص لو ملاحظين هلاقي ان السلندر هي ماكسيمم تمبريتشر، وبعد كده التمبريتشر بيحصل لها ايه، تبدا تقل بالتدريج لغايه لما توصل للون الازرق اللي على الاطراف بتاعه الشاشه، اللي هو ده اقل تمبريتشر، واكبر تمبريتشر هي في النص. تمام كده. تعالوا بقى نعرض التمبريتشر جريدينت بالظبط. هلاقي ان فعلا هو ما شافش طبعا الـ القيمه اللي جوه دي، خلاص احنا مش محتاجينها، ان انت اصلا هي قيمه ثابته فزيرو، فالجريدينت دي جوه بزيرو صح، يعني الجريدينت في البادي من جوه بزيرو، ده منطقي لان قيمه التمبريتشر جوه هتبقى ثابته صح. تمام. طب من بره هتبدا بقى ايه اكبر قيمه هلاقيها فين؟ هلاقيها عند الاطراف بتاعه الجسم، بعد كده تبدا تقل التمبريتشر جريدينت، يبدا يقل. تمام كده. يرجع تاني، ده شكل التمبريتشر، اكبر تمبريتشر في النص، وبعد كده بتبدا تقل، والتمبريتشر جريدينت الاقي ان اقل قيمه في النص لان التمبريتشر ثابته جواها، فالتمبريتشر تغيرها بزيرو. تمام كده. اوكي، احنا كده خلصنا البوتنشال فلو والهيت ايكويشن. طبعا بقى يا ريت تقعدوا تجربوا كذا حاجه، ترسموا اللي انتوا عايزينه، اي كومبلكس جيومتري. طب ده يفيدني في ايه؟ بص ده يفيدني ان انا مثلا عايز انتكيت بسرعه شكل فلو، مثلا معايا واحد بيقول لي مثلا ايه، انا عايز احل اجيب شكل الفلو البوتنشال فلو. طب انا مش بحل باوندري لاير فلو، يعني مفيش اي تربلنت، مفيش اي انا بحل بوتنشال، يعني قصدي مفيش اي باوندري لاير، ما صباح يعني ما تعقدوش الدنيا، هو بس انا بجيب انتجيشن لشكل الفلو حوالين الايه بمعنى صح، اللي هو ايه الاشكال. يعني مثلا واحد بيقول لي انا معايا شكل الفلو، انا عايز اشوف شكل الفلو هيبقى عامل ازاي، فانت بتجيب شكل الفلو بس، يعني ده فقط هو لازمته، فقط شكل الفلو بس كده، دي وظيفته. تمام كده. ف يعني يا ريت يكون الفيديو مفيد، وطبعا زي ما قلت لكم بترسموا اي جيومتري بيشتغل معاكم يعني، ويكون الابلكيشن يعني تقدروا تستخدموه في اي وقت من الاوقات يعني. طبعا لو حد عرف يشتريه يا ريت يقول لنا، وعرف يغير فعلا الالوان بتاعه الكالر سكيم ولا لا يعني. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.